صباح الخير يا خانوم. صباح الخير دكتور. صباح النور. أنا طلبت منك أنك تكون موجود معنا مشان نقنع إيلين خانوم بموضوع، وبتمنى أنك تساعدني. إيلين خانوم، لهلأ ما وصلنا كل نتائج تحليلك، بس اللي وصلنا منهن، وطبعا بعد الفحوصات اللي عملنا لك إياها للأسف، الحمل بشكل خطورة على حياتك، وإذا فكرت تجيبي هالطفل ممكن تفقدي حياتك بسببه. لهيك بنصحك كطبيب نعمل لك عملية إجهاض بأسرع وقت ممكن، ومنفضل قبل ما يتشكل عندك الجنين، لأنه بعدين رح يكون في خطورة على حياتك. فإذا بتريدي فكري منيح وخدي قرارك هلأ. وبرأيي أنا ما بدها تفكير أبدا. إيلين خانم، إيلين خانم، أنت منيحة؟ بس حضرتك متأكد؟ صدقيني لو ما كنت متأكد ما قلت الحكي. أنا بدي جيبه لهذا الولد. ما بنصحك بهالشي، بس طبعا القرار بيرجع لحضرتك. دكتور طارق ممكن تفهمها خطورة الموضوع؟ أنا عم بستناك بمكتبي. إيلين خانم عم بستنى قرارك. إيلين خانم، وثق بدكتورك، بعدين انت لساتك صبية، بالمستقبل وبظروف مناسبة أكتر ما بعرف، بس إن شاء الله رح يصير عندك أولاد. لا تخاطري بنوب. أنا ما فيني أتخلى عنه، بعدين أنا مسؤولة عنه هلأ. ومسؤولية حضرتك شغلة مين؟ ما بيهمك شعور الناس اللي بيحبوكي كلياتهم. وبحب أوضح لك أكتر إن وضعك الصحي ما بيسمح لك، وهالشي مو بإرادتك، يعني مالك غلطانة بنوب. لا تحسسي حالك بالذنب. بس أنا ما عم حس بهذا الشي. شو نعمل؟ ما في حل. بس اعملوا اللي بدكم تعملوه بسرعة، لأنه ممكن غير قراري بلحظة. طيب أنا رايح أخبر دكتورك بسرعة. بالطابق اللي تحت سهيل بيك. شوفي شبكي، انت فيكي شي؟ لك فهموني شو صاير معاه. روح من هون، روح من هون،
روح من وشي. خذوها فورا على الاسطح عمليات. لو سمحت سهيل. روح من وشي، روح من وشي. يلا رايح، بس قولوا لي شو صاير لك. يا بيت المريضة ما بدي حدا يعرف. بدي اعرف. اهدى شوي سهيل بيك، خلينا نمشي. دلع، مالي طايتك. دلع دلع دلع. يلا لعبت لك كتير. تسمحي لي بهي الرقصة؟ برقص. مرحبا يا خالد، رح نكون حضرتك بعد شوي على طاولة العمليات، أتمنى تكوني جاهزة. شو عم تعملي من وراي؟ من وين هدول؟ ما عم بعمل شي، مو ناقصني شي لكون أقل مهام، يعني شي طبيعي. الحب هو نوع من أنواع المرض، ونحن اثنين عم نعاني من هذا المرض، مو لازم نعرف نداويه؟ أه؟ واللي بيناتنا شو بتسمي سهيل؟ عشق. إيلين خانم، أكيد هالقرار بيرجع لك وما حدا فيه يجبرك على شيء أنت ما بدك تعمليه، بس نحن من واجبنا أنه نحذرك لأنه شايفين هذا الشيء ممكن يكلفك حياتك، فلو سمحتي يا خانم ردي علينا. خلص أنا قررت وما رح أتراجع. بس بدي منكم شغلة مهمة، هذا الموضوع ما بدي حدا يعرف فيه أبدا، ولا حدا يعرف في وضعي وقراري. في مجال؟ أمك وأبوكي؟ ولا أمي ولا أبي ولا حدا أبدا. ماشي؟ مثل ما بدك، هذا حقك. أنا بعرف هذا الشيء من مسؤوليتكم. أي نعم. شكرا. وهلأ صار فيني أرجع على بيتي مزبوط؟
بهديك الغرفة على الأغلب. على راحتك، طالما مقتنعة بقرارك أنا رح أعمل لك معاملة التخريج من المشفى. بس في شغلة، لازم توقعي بأنك طلبتي تخريجك من المستشفى بكامل إرادتك. ماشي. مرحبا دكتور، طلعت في نتائج التحليل؟ أنا مضطر أطلع، إيلين خانم بتخبركم بكل شيء عن إذنكم. شو بد دكتور، حكيت شي غلط؟ مش الحال، طلعت تحاليلي والدكتور هلأ عيني كمان، وقال لي ما في لزوم ضل هون وفيني روح على البيت. إيلين خانم. نعم دكتور طارق. انتبهي على حالك. لا تاكل همي. عن إذنكم. شكرا كثير دكتور، تعبناك معنا. ما في داعي للشكر، انا ما عملت شيء ابدا. إيلين. نعم. الولد لساته لهلا؟ ايه لسه. طيب انت شو قررتي؟ نحكي بهذا الموضوع بس لنرجع على البيت.